روسيا ورفعت الراية. اللحظات الأخيرة، إذن اندفاع موفق سيداتي أنيساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض لسادس أشواط هذا المساء. اندفاع موفق، تأخر قليلا للجواد أحرص الذي بدأ من البوابة السادسة عشرة، هنا التنافس في سادس أشواط هذا المساء. مفتوح الدرجات عمر الأربع سنوات فأكثر والتي تتنافس على مسافة 1400 متر مسافة السفن فورلونج. يبدأ كولسفير في أولى المراتب بينما المطاردة أيضا قادمة هنا في المرتبة الثانية من المسار الداخلي من قبل أسد الذي يظهر من المسار الداخلي. كذلك الثلاثي قادم سيف الجزيرة بن مونتيريج مع عبد العزيز العيش الذي يتمركز ثالثا، والحضور من قبل هنا جينجلاد. هنا يبدأ أسد بن لوبدي فيجا مع إيدي كاسترو وكولسفير من المسار الخارجي قبيل المنعطف الأخير في هذا الشوط. شوط السرعة قادم هنا، القدوم لدولاباتي وكذلك بسول يظهر الآن مع لويس موراليس من بينهم. دولاباتي يظهر، بسول في المرتبة الأولى. هنا تحدد المسارات نظرة من قبل لويس موراليس، اتخذ المسار الداخلي، بدأ بتوسيع الفارق. حبيب العناية أيضا قادم من المسار الخارجي هنا، ابن فراج مع عادل فريدي ومرعدة في الوان فورلينج الأخيرة، ولكن بسول يستحث لويس. حبيب العناية قادم، بسول يحافظ. هنا كذلك القدوم من المسار الخارجي من قبل الويجان، ولكن بسول إلى هذا الانتصار. تنافس مثير في آخر الأمتار، بسول يحقق الانتصار. ابن بانديني بشعار سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، تدريبات المدرب لوكاس جايتن والقيادة الموفقة للويس موراليس. شاهدنا في آخر مشاركاته حل في المرتبة الثانية، أتى في هذا المساء وفي الحفل الثالث والسبعون.